دوزي أجي وتر يا ولد يا ولد. لم تفلح هذه الاستغاثة في إقناع الجنود بأن المعتقل مجرد طفل لا علاقة له بما يجري. يا ولد يا ولد احكي لها اخوي. هو اخوي. الجنود يصرون ان الطفل عبد الكريم التميمي ابن العشرة اعوام هو من يضرب الحجارة عليهم في قرية النبي صالح ويجب ان يزج به في السجن. بعد يومين من الاعتقال تعرض خلالها للضرب والتحقيق، يروي عبد الكريم حكاية اعتقاله والمعاملة القاسية التي تعرض لها. لما أخذنا نعمل كتاب التحقيق في بنيامين ساعدنا ثلاث ضرب تحجار حكيت لأخذت أخوي إسلام في الليل أظل شهادات سلم هذا بتسجنونيش رجع أضرب حكيت بس أنت مستقبلك راح حكيت المستقبل كنا أنا وأخوي إسلام نكونه مع بعض نلعب مع بعض وروح اسلام. ضربوك لما اعتقلوك؟ اه خصوصا في العصا اللي معهم عصا الشغب. شهادة كثيرة سجلتها وزارة الأسرة والمؤسسات الدولية لأطفال تعرضوا لما تعرض له عبد الكريم سواء في قرية النبي صالح أو مناطق أخرى كالقدس والخليل وبيت لحم تثبت أن اعتقال الأطفال وتعذيبهم أصبح سياسة ممنهجة تقوم بها إسرائيل. ما يترك هذا الاعتقال من صدمات. أنا زرت بيت الأسير أمير البسطامي في محافظة القدس، عنده أخو عمره 5 سنوات مؤيد البسطامي، حتى الآن أصيب بصدمة هذا الطفل لأنه شاف الجيش مقتحم البيت بعد نص الليل، شافهم كيف ضربوا أخوه. الولد حاليا من مجرد قرع الباب، يعني إذا سمع حدا بطق على الباب بخاف، بفكر جيش، بيجري عند أمه أو عند أبوه. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد برام الله شدد المتحدثون أن قوات الاحتلال تتعمد إرهاب الأطفال وضربهم وإجبارهم على الاعتراف بالتهديد والتخويف. خلال العام الماضي اللي سميناه بعام اعتقال الأطفال كان عام فظيع من الانتهاكات اللي تعرض لها أطفال الفلسطينيون. نرى أن هناك سياسة ممنهجة إسرائيلية على أعلى المستويات تمارس بحق الطفل الفلسطيني، تبدأ بعمليات القتل والاعتداءات على الأطفال. وإلى جانب الاعتقال عمدت إسرائيل إلى فرض غرامات مالية على الأهالي أو فرض إقامة جبرية على الأطفال ومحاولة إبعادهم عن الأهل بشكل قسري، أمر بات يتطلب تحركا دوليا في ظل توسع ظاهرة اعتقال الأطفال دون 15 عاما. أنا معي شهادات مخيفة حقيقة عن ما يجري للأطفال، ليس فقط هي لحظة الاعتقال كما شاهدنا من الفزع والخوف والرعب والتنكيل بالأطفال حتى قبل ما يصلوا إلى مكان اعتقال رسمي بيتم اعتداء عليهم بشكل وحش. واضح أن إسرائيل تضرب بالحائط كل المعاهدات والأعراف الدولية، فدولة تلاحق طفلا لم يتعدى 10 سنوات حقيق أن توصف بدولة لا أخلاق ولا ضمير ولا ذمة في وقت يطبق فيه الصمت على المؤسسات الدولية. من مدينة رام الله أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.